لسن القعدان اللي جاية من مسافة 5 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط لأتابع أول المتقدمين، أول الباحثين عن هذا الناموس الكبير وعن هذا الانتصار الكبير الذي ينتظر واحدا من بين هؤلاء الشعارات، واحدا من بين هذه الأسماء الكبيرة التي جاءت من أجل المجد التليد، من أجل الإنجاز الكبير على أرضية ميدان التحدي. هنا أهل التحدي حاضرين من أول الأشواط إلى آخرها. أبدأ بداية مع أول المتقدمين لكي أتابع شعارك يا الخيارين. من يقدم لنا شاهين؟ شاهين على المركز الأول، محمد بن سعيد المطوع الخيارين من يقدم لنا شاهين على المركز الأول المركز الثاني. أتابع الوصول في هذه اللحظات مع الموتر راشد بن دايل النعيمي من يقدم لنا الموتر على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع الوصول، أتابع الحاضر. مرحبا يا نواف ومرحبا يا الداب. يا الداب من يقدم لنا؟ نواف حمد بن محمد بن علي الجرحب من يقدم لنا نواف على مستوى المركز الثالث المركز الرابع. أتابع القدوم في هذه اللحظات مع مشتاق مبارك بن ناصر آل حباب الهاجري من يقدم لنا مشتاق على رابع الأسماء المركز الخامس. أتابع اللي على خامس الأسماء ينطلق ويغير إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، ملول ناصر بن مبارك آل حباب الهاجري من يقدم لنا ملول ليغير إلى المركز الرابع. هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى، للخمس المراكز المتقدمة، للخمس النجوم الفايف ستار الباحثين عن هذا الانتصار. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شاهين والماركة الكبيرة، إلى شاهين وشعار الخيارين. وماذا أنت فاعل يا الخيارين؟ شعار رسمية وشعار العديد من الأمجاد، العديد من الأسماء التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب لهذا الشعار. الله يا الخيارين الله. من يقدم لنا شاهين؟ محمد بن سعيد المطوع الخيارين من يدفع لنا بشاهين على المركز الأول. المركز الثاني، يا سلام يا سلام يا سلام يا بوشهاب يا بوشهاب. من يقدم لنا؟ نواف، نواف حمد بن محمد الجرحب. الداب يا اخواني يصل، حذاري من الداب وشعار الداب وتحركات الداب وانطلاقات الداب. يا سلام يا سلام. المركز الثالث الموتر، الموتر يا بن دايل الموتر. من يقدم لنا الموتر؟ هنا راشد بن دايل النعيمي من يدفع لنا بالموتر على المركز الثالث المركز الرابع. مبعد مبعد مبعد. ومحمد بن تويم بن علي آل منيف الهاجري من يقدم لنا متعب على المركز الرابع. المركز الخامس، الله 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 الله، يا هذا الوصول، يا هذا الانطلاق. فجاج فجاج وصلكم فجاج. وحمد بن سالم بن شعيل بن شعيل من يقدم لنا فجاج. وشعلها من بدري بن شعيل، ولعها من بدري بن شعيل. ختام الأشواط، إلى أين سيتجه السلام؟ المركز الخامس. أتابع الأسماء حاضرة، أتابع الشعارات حاضرة، وأتابع النجوم حاضرين. ولكن العودة إلى الخيارين، الخيارين الخيارين. الله يا بن سعيد، محمد بن سعيد الخيارين مع الكيلومتر الأخير يقدم لنا شاهين. نداء هام لجميع المضمرين، لجميع
لجميع الملاك، لجميع المشاهدين، ختام الأشواط وختام هامسكي الخيارين، ختام هامسكي الخيارين. ألم طوع الخيارين من يقدم لنا شاهين؟ ولكن الداب، الداب تحرك، الداب فتحركت الجماهير. ولكن أهالي العوينة، أهالي العوينة، أهالي العوينة، لا بد من إرسال السلام، لا بد من الحفاظ على هذا المركز. يا الخيارين، الله يا بن سعيد، العصا راقدة يا بن سعيد، روح يا بن سعيد، روح يا الخيارين. وصل الداب ولكن الخيارين، الخيارين راح إلى العوينة، راح السلام إلى العوينة. ختامها مسك مع هذا الشعار الكبير، ختامها مسك مع هذا الشعار الكبير، مع محمد بن سعيد. الخيارين، سلام 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 يا شاهين، سلام سلام يا الخيارين على هذا الفوز الكبير. والعصا قوس والعصا بطان، راقده وامنه ومسلمه ومستسلمه. سلام يا الخيارين، سلام، تهانينا تهانينا والف مبروك لمحمد بن سعيد الخيارين على هذا الانتصار الكبير والمستحق. سلام يا شاهين، سلام. المركز الثاني كان الوصول مع نواف حمد بن محمد آل جرحب. من قدم لنا نواف على المركز الثاني؟ المركز الثالث كان الوصول مع كفو عبد المحسن بن زيد آل بحيح. من قدم لنا كفو؟ المركز الخامس كان الوصول مع مبعد محمد بن تويم الهاجري. المركز الخامس كان الوصول إذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي شاهين محمد بن سعيد المطوع الخيارين على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني لحظة الوصول 7:50:52 من الثواني، بينما جاء على المركز الثاني اللي هو نواف لحمد بن محمد آل جرحب. من قدم لنا نواف على المركز الثاني قاطعا مسافة 5 كيلومترات بزمن وقدرة 7:21:24 من الثواني، بينما جاء على المركز الثالث كفو لعبد المحسن بن زيد آل بحيح. من قدم لنا كفو على المركز الثالث قاطعا مسافة 5 كيلومترات بزمن وقدرة 7:51:40